ننتقل بعد من نزهة الدار البيضاء مشاهدينا إلى مدينة الرباط، حيث ينتظرنا موفدنا زميل عبد المولى بوخريس لبتمة الحال ينقل لنا الأجواء هناك. السيارات تجوب الشوارع والجميع بطبيعة الحال خرج للتعبير عن الفرح. عبد المولى، نعم فؤاد، إذن هي سيمفونية مترقلة تعزف من خلال منبهات السيارات، هنا من خلال السيارات التي تجوب مختلف شوارع العاصمة الرباط، فرحة بهذا الإنجاز الكبير، الإنجاز غير المسبوق لأسود الأطلس. بل الأكثر من ذلك، هناك فرق موسيقية خرجت للتعبير عن فرحتها من خلال تشنيف أسماع الجمهور الحاضر هنا على جنبات الشوارع للتعبير عن فرحتها بهذا الإنجاز الكبير والمقنع لأسود الأطلس في هذه النسخة الثانية والعشرين. طبعا نتواجد هنا بقلب حي الرياض بشارع النخيل، وكما تشاهدون خلفي هناك مجموعة من السيارات، سيل كبير من السيارات الذي يجول شوارع العاصمة، كما قلت شبابا وصغارا وكبارا ومن مختلف الأعمار، هم يعبرون عن فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير. وكما تشاهدون خلفي الأهازيج، أهازيج الفرحة بهذا الإنجاز الكبير للشباب الذين خرجوا للتعبير عن فرحة غير مسبوقة بهذا الإنجاز الذي ربما يسيهم شيئا ما من خيبة المشاركة في العرس الإفريقي الأخير، في كأس إفريقيا الأخير، وربما من أجل إنجاز غير مسبوق للوصول أبعد من ثمن النهائي إلى ربع النهائي، ولما الوصول إلى نصف النهائي أو أبعد من ذلك إلى كما قلت سابقا إلى وصول إلى النهاية. فكل التوقعات، توقعات الجمهور المغربي لم يكن لها سقف خلال قبل حتى بداية هذه المباريات، بداية المباريات الثلاث، فلما لا الوصول إلى مراحل متقدمة. وطبعا ما هذه الأهازيج خلفي إلا تعبير عن فرحة الشعب المغربي بكل أطيافه بهذا الإنجاز الكبير للمغرب، إنجازا وكذلك أداء وكذلك نتيجة بفوزه بمباراتين وتعادل. وطبعا الصور هي أبلغ تعبير عن هذه الفرحة المستحقة للشعب المغربي ولأسود الأطلس هناك من قطر الذين يبعثون ربما رسائل محبة تبادل هذا الجمهور الذي خرج منذ صبيحة اليوم لحجز مقاعد في المقاهي وفي الساحات الكبرى بالرغم من الجو البارد وبالرغم من الأمطار التي تساقطت منذ صبيحة اليوم، وما هو إلا طبعا تعبير عن فرحة مستحقة وفرحة ربما طفولية بهذا الإنجاز الكبير لأسود الأطلس. مفاد ميديان تي في إلى رباط، شكرا لك.